السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هيما. بس هيما يعني بعد ما اقول هيما انت لجت جيمز احس ان الاسم اطول من حياتي. معكم هيما خلاص يعني فاهمين. نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو اعرف احنا هنلعب ايه اصلا. هنلعب لعبة ليمبو تقريبا اسمها كده، ديمو. يلا نبدأ الفيديو غير ما اضغط عليك، اقول لك اضغط عليك عشان تنسى اللايك والاشتراك. يلا نبدأ الفيديو بجد. يلا انا حملت اللعبة لسببين، السبب الاول اللي هي قصيرة، السبب التاني هي ينفع تلعب على جوجل بلاي في التابلت يعني موبايلات والكلام ده. سيب لكم لينك اللعبة في الرابط الوصف. انا بعمل كورس كده ليه معرفش في ماني. يلا نبدأ اللعبة. ايه طبعا اللعبة يعني السودة، معرفش تقريبا بيحكي عن طفل هينقذ اخته حاجة زي كده. خليني هعمل الاضاءة عشان حاسس ان مش هشوف حاجة. ايه ده انا كده فوت العب اصلا. قوم يا حبيبي. ما اعرفش هاي اللعبة قصيرة قوي، هيقعد معايا مثلا كذا حلقة ولا هقفلها دلوقتي، ما اعرفش الصراحة. يلا حبيبي قوم، كل ده بيقوم. اوكي مفيش حد بيبني الزراير، بلعب كده خلاص. اوكي نطيته ضعيفة، بيقولوا دي ديمو يعني اللعبة الكاملة لسه متحملتش. اوكي اوه ازاي مت؟ طب انا المفروض اعمل ايه طيب؟ اكيد هموت يعني، هو ده طفل ابراهيم مش ماريو هو. اوكي انا بفوت كده بالراحة يعني. اوكي في شوك تحت، والله بنط. مشكلة مفيش زراير، لازم تاتش كده تعمل كده. اوكي انا بلعب انسان عادي، مش انسان عادي كمان، ده طفل يعني المفروض اخلي بالي. انا بطيت زي سوبر مان ولا ماري. اوكي نط. اوكي كويس يعني عملت كده المرة اللي فاتت بس ما علينا. اوكي اوكي اه ده ايه، المفروض اعمل طريق لنفسي، انط على دي. استنى استنى، فهمت فهمت تقريبا فهمت. اوكي نط على دي. التحكم زبالة شوية، أنا دايما بصيح في موضوع التحكم ده يا الله. اوكي نط بقى، بس كنت أعمل ايه؟ شعلق شعلق. اوكي شعلق كده، ده نظام مش طفل عادي، مكنتش شعلق كده الصراحة في حياتي. اوكي أعتقد هيوصل، نط بقى لازم يعني أوصل بنفسي. اوكي فوت أنزل تحت هنا وأنط، أتمنى أعرف ينط. اوكي عشان لو نزلت تحت اكيد هموت. اعتقد دي لعبة الغاز، الغاز شوية حاسس في لوس يعني، حتى في صعوبة اكتر واكتر، معرفش حاسس كده عشان مجرد طفل بينطته ضعيفة يعني لعبة كده يعني. اوكي الو بعدين. استنوا معايا مش عامل مونتاج. اوكي اوكي طب اعمل ايه؟ نزل الحبل اللي تحت اكيد مش هعرف طبعا، مستحيل يوصل لهنا حبيبي. نوت نوت ايدي ايدي، ما تنط عدل يا جدعان، ما ينط ويتشعلق. ابراهيم مش ماريو هو. اوكي طب في حبل فوق اكيد انزلها واطلع عليها، ازاي انزلها؟ اوكي السفينة دي ممكن في حاجة مثلا. اوكي استنوا، ما اعتقدش هتوصل، اكيد هتوصل. اوكي اوكي بص بقى في صعوبة كده شوية يعني، كنت فوت اعرف كده من اول يعني. حبل ايه اللي هذا؟ اكيد كنت محتاج ارمي حاجة عشان ارمي حبل مثلا، اكيد لا. اوكي اوكي اطلع يعني، مشفتهاش اصلا كانت معايا بالصدفة. ما منطقيش اني اوصل الناحية التانية، ده كده ماريو حرفيا. اوكي وصل والله، ايه ده الانسان ممكن يعمل كده في الحقيقة؟ اوكي ده طفل كمان يعني. اوكي ممتاز، على حسب ما فهمت اللعبة اللي هينقذ اخته صغيرة تاهمة تقريبا، حسب ما فهمت اللعبة.
سمعت عنها قصدي يعني. اوكي. اوه وات، خطتني راسه. اوه ماي جاد، ده المفروض اعمل ايه طيب؟ يا كده انا هموت، ما اكيد هموت، اكيد في حاجة المفروض اجيبها، حاجة ارميها مثلا على الفخ ده عشان ايه؟ بس اجيب ايه معايا مثلا؟ مش فاهم حاجة، اعتقد لا. طب بنط مش بيوصل. ايه صعبة صعبة، ايه ده طيب يا جدعان؟ حاول حاول، عايز انط في الطرف في الاخر كده استنى. صعبة، لا مستحيل تبقى كده، مستحيل تبقى نطة. طب استنى عندي فكرة تانية. ممكن يمشي بالراحة؟ ايه ده؟ في تقريبا ممكن اشيل فخ، استنوا تقريبا. اوكي تمام كده سهل. ايه نط بقى؟ اوكي نطة صعبة، يعني نطة تحس ان انت مش بتنط، صعب ينط. اوكي كان لغز صعب شوية بس عارف نحله كده، متأكد ان في اصعب. اوكي ايه ده؟ اوكي الله، راح لحد الفخ، مش شايفه يا جدعان، الدنيا ضلمه. طب انا المفروض اعمل ايه؟ ايه الصوت ده؟ اوكي يا غاب نط. اوكي في نحل ولا ايه؟ مش فاهم. عشان هل الفخ ده ليه علاقة؟ كنت اعمل حاجة مثلا فيها، نشوف الفخ ده بيقول ايه. صد رخم تقريبا، فهمت تقريبا. اوكي صد، صد. كيف توقعت كده؟ اقسم بالله الله محقق هيما، او ماي جاد على الذكاء. اوكي حاسس انه غباء بس يعني حاسس انه عنده حاجه كبيره يعني. اكيد في فخ، الهدوء ده مش مريح فيه، انزل على دي ونط. اوكي سهله سهله، اي حد كان هيموت فيها بس انا لا. طب ممكن نتساهم؟ نتساهم يا اسطى نتساهم. انا المفروض اعمل فيها ايه دي؟ ما ماتش؟ مات. اوكي اجري بسرعه، اوكي فهمت، اجري بسرعه عشان تقع. اوكي اوكي ممتاز عليا، اوكي كده حلو. لا دي امتى تخلص؟ حاسس ان انا قربت اقفل. لو قاعد هموت؟ اوكي كويس، حاسس ان لو قاعد كنت هموت. اوكي الهدوء ده طبعا مش مريح، مش مريح. اما انا موت انا ميت، بس بص احنا في اي لغز جديد لازم نموت موضة واحدة بعدها نفهم اللغز بيقول ايه ونعدي. اوكي صدق، مين يموت كده؟ مين يموت كده؟ سونيك هو اول ما ينزل البحر يموت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش اي حاجة، نزل البحر ام ديد، ايه ده؟
يا الله مش كله تمام. اوكي لا كويس. طب ايه المفروض اعمل ايه؟ اعمل طريق لنفسي. استنى راسه ما تنزلش البحر. ايه اعتقد كده حلو. قوم مت يا اخي، قوم شويه يا اخي، قوم شويه. على فكره مش غويط، والله مش غويط. ايوه عارف ان ده طفل بس برضه مش غويط. اوكي دي صعبه شويه. اوكي لا لا اوف. اوكي طب ايه يا شباب المفروض اعمل ايه؟ اوكي تقريبا بيعوم معاه. لا لا اوكي الموضوع صعب، الموضوع جد صعب. اوكي لا ما تموتش يا جدعان، زي مات كده. اوه ماي جاد، ما لوكس صعب. المفروض اعمل ايه؟ نمشي بسرعة. اجي تاني شم هوا، امشي بسرعة، تعالى تاني. مش كده بيتقرب لي كل شوية؟ لا بيموت بسرعة كده يعني. ايه ده؟ انت لو سونيك هيقعد أكتر من كده. حاسس إن المفروض أقف عليها بس. استنى استنى، حاسس إن الموضوع محتاج إني أنط. اوكي بس كده فضل نط بقى. لا صعب مش فاهم. معرفش انا استفدت ايه، انا مش عرفتها يعني. عملت انا ايه كده؟ يا الله معرفش في فكرة في دماغي، عارف ان هي غلط بس واي نوت، لماذا لا؟ تحنيكة اوفر دي بس ماشي. لا بجد يا جماعة يعني بجد انا مش مذاكر الدرجة دي. اوكي كويس ان هو ماتش بس اكيد. لا في حاجة يعني، طالما كده في حاجة مش هعملها لك زينة يعني، عرفت تطلع فيها. بتهزر؟ استنى. اوه ماي جاد ده بجد؟ طب بعدين؟ كان حاسس اني مش صح. اوه ماي جاد، انت انا تري مش في البحر اصلا. لا لا الصعوبة دي يا جدعان مش متعود عليها. كيف في طرقين طيب؟ اه دي للبحر. كيف فوت انزل دلوقتي عشان ما اموتش تقريبا؟ انزل بالراحة. اوكي انزل بالراحة على مهلك، عارف ان في اي واحد هيموت بالموضة دي اللي هو ينزل كده زي الحمار، مش عارف ان دي مجرد طفل. اوكي والله العظيم مش هتكلم عن نفسي كتير، مش هتكلم عن نفسي كتير بس ما تموتش هنا بس. اوكي بس كده حلو. اوكي كويس حبيت المحيط دي. السؤال هنا اللعبة دي خلص انت عشان الفيديو ده حاسس ان هو طويل، ممكن نبقى نكمل جزء تاني تقريبا، شكلها جزء تاني عشان حاسس ان هي مش صغيرة للدرجة دي ان اخلصها فيديو واحد يعني. بص اخر ده اخر تحدي مجرد طفل، مش سبايدر مان هو يا رجالة شباب، مجرد طفل. آه. ماشي توجع عمو عمو. ايه حبيبي كده انا المفروض اعمل ايه؟ في حاجة برضو ورا المفروض اخدها. الفخ ده، الفخ ده اكيد ازاي اخده؟ كده انا مش عارف ازاي اوصل الفخ ده، لا مستحيل اوصل له، اكيد في حاجة يعني. ممكن تساعدني؟ تعال شوي. انا اهو انا اهو يا اسطى.
بس كده ماشي. موتش. موت اصلا. اتفاهم يا اسطى، مش اول ما تجيلك تعمل لي كده. طب ايه؟ طيب انا عايز دي. فاهمنا؟ اوف، هي بتنزل شوية؟ هي بتنزل شوية؟ اضرب الأرض تاني. المحقق هيما يبدو واثقا، يعمل جاهدا، لا يخشى المحن. هيما، استنى استنى. اوكي هيما، اوكي اسرع في الزمن يا كريا. يلا اوكي. طيب يا راجل، طيب اوكي استنى امشي انا. يا يعني حبكت يعني في السنة دي. يلا موت، انا هنا يا اسطى، انا هنا. يا الله طب ايه؟ طيب ده بيصعبط. استنى استنى، اكيد في يعني سهله سهله. بسيطة تجيبها يا جدعان. انزل. اوكي سهل، ابراهيم سهل. اوكي انا ليه بمشي؟ اوكي فهمت انا ليه بمشي. اوكي كويس، عدني من حد هنا. اوه ماي جاد، ده بيستهدفني. اكيد بيستهدفني، بس يعني محتاجة محتاجة تايم. سد ان في دي. هو ده راسه بلاستيك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اوكي كنت هموت نفسي. اوه ماي جاد، كسر ضربة. يا الله هتبلع كتير، هتبلع للصبح. اوكي ماي، لا ده اوكي. باي باي، يلا امشي، يلا يلا روح بيتك. كان الراجل ده انهدي اللغز، احسن حاجة لو خلص في وحش اخير. واضح احنا جايين على ملاعب تانية. اوكي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو عجبك الفيديو تخش اللايك والاشتراك، واهم حاجه الاشتراك عشان تعرف اللي هيحصل بعدين في اللعبه دي. ان شاء الله لو ناوي ان اكمل او عايز اكمل في اللعبه دي، اكتب في التعليقات اي حاجه تحمسني. واهم حاجه تخش اللايك عشان ده يثبت قد ايه انت بتحب الفيديو ده، او يعني عايزني اكمل كده. يا شباب من غير ما ادور عليكم، كان معاكم هيما، وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامه.